السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبر والنحل، القناة التعليمية. نعتذر عن عدم إنزال محاضرات لهذه الفترة بسبب انشغالنا في التجهيز لموسم السدر. طبعا هذا الفيديو قمت بتسجيله قبل عامان أو سنتان، ومن خلاله نشرح طريقة تقديم الصبار مع العجينة أو تحويل الصبار إلى عجينة وتقديمها إلى النحل الذي مصاب بالإسهالات أو بالزحف. وهذه الطريقة ذكرتها الآن بعدما رأيت الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين وهو يقدم محاضرة حول هذا الموضوع، وكذلك قام بإنزال فيديو وهو يقدم العجينة داخل الخلية. سيكون هذا الفيديو في نهاية هذا المقطع. طبعا الآن نتطرق إلى عملية تجهيز العجينة. كما تشاهدون الآن هي هذا هو الصبار، صبار الألوفيرا طبعا يختلف قليلا، لكن هذا الصبار وجدته ممتاز جدا وقمت باستخدامه لعدة أعوام، وهو مفيد جدا للنحل ويمنع الإسهالات والزحف والتساقط ويقوم بتطهير أمعاء النحل بشكل جيد. على العموم الطريقة نقوم بفتح أوراق الصبار ونقوم بأخذ اللب كما تشاهدونه تماما، اللب الذي موجود في الوسط، ونستمر بسحب الكمية القطع هذه الموجودة أمامنا كاملة وتجميعها داخل إناء، ثم سنورد لكم باقي التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم. بالنسبة لمقادير الأوليفيرا للسكر المطحون، هو أنت أولا بتأخذ جل الأوليفيرا وتبدأ بإضافة السكر المطحون والعجن، بتضلك تعجن فيها لما تشوف أنه الجل بدأ أو العجينة بدأت بالتماسك ولا تلتصق على الأيدي. بالنسبة للليمون، الليمون هو يعني مادة تساعد على الشفاء الاحتواء على فيتامين سي، وكذلك الأمر يعني يعمل على تنظيف الأمعاء سواء الليمون أو خل العسل الطبيعي أو خل التفاح الطبيعي أو أي خل طبيعي، لكن يعني ربما لا يتوفر الخل عند الجميع، ولا إما منضيف ليمون أو منضيف خل طبيعي. بالنسبة للنسب ما بنقدر، يعني ما عندي معلومة أقول لك والله مثلا يعني 10 جرامات من جل الأوليفيرا ضيف عليهم نص كيلو مثلا من السكر المطحون أو كيلو، لكن أنت بالعين يعني الله يرحمه أبو ناس كان يقول عينك ميزانك، أنت بتحط الجل الأوليفيرا وتبدأ تضيف عليه كميات من البودرة وتعجن. طبعا بتضيف مع الليمون برضو حتى يعني تكون الأوليفيرا والليمون يتماسك مع بعضه. لما تشوف انه يعني لا يلتصق على الايدي واصبح عجيني كالعجين التي تستخدم في الخبز، ما بتسيل على الاطارات، فبتاخذها وبتحطها على قمم الاقراص من الاعلى. احتياطا ممكن انك تحط قطعة من النايلون تحت العجينة هذه حتى تضمن عدم تسييل. بالنسبة للأوليفيرا هي إلها فوائد كبيرة، كثير كثير فوائد، يعني زي ما ذكر بعض الإخوان تستخدم في الشامبو، تستخدم في صناعة الصابون، تستخدم في الكريمات ومواد التجميل، تستخدم هي طبيعيا بدون شيء كماسكات، تستخدم منها النساء كماسكات حتى يعني تحسين خصائص البشرة، لكن أنا يعني زارعها عندي لشغلتين فقط لا ثالث لهم، ما بهمني بقية الأمور سواء شامبو بكذا، ما بهمني هذه الأمور، أنا بهمني شغلتين فقط اللي هم أولا هو يعني
يعالج النزيمة أو يخفف أو يحد من نشاط النزيمة، ما بعرف كيف تأثيره على النزيمة بالضبط. لكن الأمر الآخر اللي بستخدمه للحروق، في حالة تعرض أي شخص عندك في البيت لحرق من أي درجة فقط، يعني سارع وادهن له من جل الأوليفيرا، وجل الأوليفيرا هذا يعتبر يعني مثل بنج، مجرد ما دهنت على مكان الحرق فورا كل الآلام هذه تختفي. يعني جربت أنا وأكثر من مرة على نفسي، على أولادي، على أقاربنا، أي واحد بيتعرض للحرق في منطقتي أو في أمامي، يعني الحمد لله موجود كثير عندي جل صبار الأوليفيرا، ف يعني مباشرة يعني اقطع الجذع أو الورقة هذه وادهن مباشرة على الحرق مباشرة، ستشعر باختفاء الألم بشكل سريع جدا. فهذه هي يعني أنا بالنسبة لي أفضل استخدامات للأوليفيرا، أما بقية الاستخدامات الثانية أنا مش معني فيها. يعني تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني النحالين. إخواني النحالين، بتشوفوا في الفيديو هذه هو عجينة سكرية معجونة بجل الأوليفيرا. حاولت أن أستخدم بداية طريقة الدكتور خالد الأشهب، واللي هي عبارة عن أن نغمس جل الأوليفيرا بالسكر المطحون ونقدمه للنحل، لكن شفت انه النحل يعني هيك بيجي بتذوق وبرجع، ما كان في عليه اقبال نهائيا. فكرت يعني بعد ما شفت في فيديو على اليوتيوب كيف بيعملوا الاوليفيرا للاستخدام البشري، فبطحنوا الاوليفيرا مع العسل والليمون وامور زي هيك، فعملت هاي التجربة. وهاي التجربة اللي هي كانت عبارة عن سكر مطحون زائد جل الاوليفيرا زائد ليمون فقط، يعني تقريبا هذه العجينة اللي عملتها هي كانت حوالي قطعة من الأوليفيرا طولها تقريبا حوالي 5 سنتي في عرض 2 سنتي، وتقريبا يعني أضفت إلى حوالي كيلو من السكر أو أقل، يعني تقريبا يعني حوالي 700 جرام من السكر ونصف ليمونة، وهي النتيجة إقبال شديد من النحل عليها. وإن شاء الله الأمور يعني منوافيكم بالنتائج. للعلم إخوان، هذه الخلية اللي كان فيها نسبة الموت عالية، والحمد لله على ما يبدو إنها تشافت وتعافت. نحمد الله على كل حال. تحياتي لكم جميعاً.